بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بيك، مشرفنا. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم وكابتن علاء مهوب وكابتن اسامه عرابي وكابتن بلال. منور يا كابتن. الله يخليك. في البدايه كابتن ايمن، مبروك النادي الاهلي وهارد لك نادي الاتحاد، مبروك لقطاع الناشئين النهارده او الشباب، قدوا مباراه اداء ونتيجه وروح وكل حاجه جميله النهارده اتعملت في هذه المباراه. نتمنى طبعا التوفيق للناشئين في قطاع النادي الاهلي. سريعا نروح لطاقم التحكيم النهارده. خلي بالك المباراه كانت تحت رقابه ومشاهده الخبير الاجنبي كابتن علاء، النهارده متواجد واكيد شايف المباراه. اعتقد وجوده النهارده كمان كان مهم في هذه المباراه. شفنا مباراه يمكن اخطاء فيها قليله، عدت بشكل كويس، كانت مباراه سهله، وكان اداء طاقم التحكيم النهارده فيه التزام وكان فيه جديه وكان فيه اهتمام، وده اللي احنا محتاجين نشوفه في الفتره القادمه ان شاء الله. طاقم التحكيم الدولي ابراهيم نور الدين، معاه كان البساطي مساعد رقم واحد، احمد توفيق مساعد رقم اثنين، احمد ناجي رابع. كان على الفار النهارده مفاجاه محمود البنا، وده من افضل الحكام الموجودين، كان موجود على الفار وكان معاه شريف عبد الله مساعد ليه. الحاله الاولى سريعا كده، احنا معانا 9 حالات يا كابتن ايمن هناخدهم عشان عندنا كمان حاجات هنتكلم فيها. هنا ابراهيم حسن هنا شاط الكوره اعتراضا على القرار، حتى لو كان مفيش مخالفه يا كابتن علاء، كابتن شريف، حتى لو ما كانش، لو كان من هنا المساعد ادى المخالفه. نشوف تاني هنا، نشوف يعني هنا تلامس من الاثنين لعيبه، مفيش مخالفه، المساعد ادى قرار باحتساب مخالفه لصالح النادي الاهلي. هنا اللاعب، هنا نشوف تصرف اللاعب سريعا. نشوف هنا بعد الصفاره ابراهيم نور الدين راح شايط واعترض على المساعد، وهنا كان يجب على ابراهيم النهارده كان اشهار البطاقه الصفراء لاعتراض بالفعل وبالقول. دي حاله من الحالات الاولى، دي ما ينفعش ان انا احذر فيها اللاعب في هذه الحاله. الحاله الثانيه نفس الشيء، ونشوف هنا، بص بقى هنا اعتراض ايضا ثاني، لان الاولاني ما خدش انذار، الثاني نفس الكلام للمساعد يا كابتن علاء، في نفس المساعد في نفس المكان. نشوف كده ثاني، بنشوف الحاله والاعتراض، نعيدها بسرعه. وهنا هو عاوز ياخد ركنيه، ولكن هو طبعا الكره كانت ركله مرمى وكان القرار صحيح لاحمد توفيق. هنا خرج واعترض بشكل غير لائق وكان يجب انذاره في هذه الحاله. حالتين للاعتراض لم تشهر فيهم البطاقه الصفراء. الحاله الثالثه حاله من الحالات المهمه جدا، وهنا بشيد بالقرار، بشيد بقرار ابراهيم نور الدين. ان انا عمل ايه يا كابتن؟ عمل اتاحه فرصه جميله جدا جدا، عنده قراءه كويسه للعب. هرجع تاني هنا، نشوف هنا في مخالفه ضد لاعب النادي الاهلي هنا، وهنا سمح، شاف ان هنا الافضليه ليه ان هو يخلي اللعب يتواصل، وبالتالي هنا كان قرار صحيح من ابراهيم في هذه الحاله. فكان النهارده ابراهيم النهارده كان بيتحرك كويس قوي 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 النهارده. بلال استغل كل عناصر اللياقه البدنيه من تحمل عام، تحمل سرعه، سرعه قصوى في هذه المباراه. الحاله الثالثه هنا حاله من الحالات هنقف عندها شويه، هدف صحيح، ولو ما كانش جت هدف كانت هتبقى ركله جزاء على عبد المنصف. ليه؟ لان هو كمان اداله انذار كابتن علاء، ادى عبد المنصف انذار للعب بتهور. نشوف الحاله دي يا كابتن. قلنا دايما مش معنى ان اللاعب المهاجم ينجح في لعب الكره بعفي الخصم من ارتكاب المخالفه. شوف اسلوب الدخول من عبد المنصف في هذه الحاله، هنا هنا تماما، هنا لو ما فيش هدف كان هنا هيبقى في ركله جزاء للنادي الاهلي. واعتقد طالما الهدف جه هنا يبقى خلاص ما فيش ركله جزاء، ولكن هو هنا طبق القانون في ان هو اشهر البطاقه الصفراء للاعب لحارس المرمى عبد المنصف للدخول بتهور. الحاله الثالثه حاله من الحالات المتميزه، وهقف هنا ابراهيم وهقف مع الفار لقطه واحده. ما حدش خد باله، خلي بالك من الحاله دي. هنا لاعب النادي الاهلي محمد اشرف، هنشوف هل في ركله جزاء ولا ما فيش. هنا لاعب نجح في لعب الكره المدافع بلال، خلي بالك يا اسامه، خلي بالك يا كابتن شريف، خلي بالك يا علاء. مش معنى ان انا انجح ان انا اعفي اللاعب من المخالفه، بس هنا الرجل، الرجل هنا ايه؟ دي اسمها حركه اضافيه، خرجت وده القانون بيقول مش احنا، خرجت عملت يا كابتن. بعد لعب الكره راح عمل ايه؟ رجل طلعت وعملت تاتش فين؟ في لعب النادي الاهلي هنا، هنا بالظبط هنا في الاصل. هنا المفروض كان قرار باحتساب مخالفه، المفروض كان الفار يتدخل يا كابتن علاء، لان دي مخالفه ركله جزاء لم تحتسب لصالح لاعب النادي الاهلي محمد اشرف تقريبا يعني. الحاله بعد كده
انا النهارده بشيد باللاعب سيد غريب، بقول ان هو يعني عنده، رغم ان هو من الشباب يا كابتن علاء، انما عنده القدره على ايه؟ على ايه؟ ان هو انتظر شويه، انتظر شويه شو يعني اللاعب يبقى عنده خبره لحظه اللعب عشان ما بقاش في عمق التسلل. وبالتالي هنا طبعا بحيي هنا محمد اشرف تقريبا عمل باص جميل جدا جدا، وبحيي لاعب النادي الاهلي اللي هو انتظر لحظه عشان ما يقعش في التسلل. خلي بالك ده لعيب صغير ولكن هو فاهم كويس قوي قوي، فاهم القانون. هذه اللحظه اللي هو استنى فيها لما راحت الكوره كان في موقف سليم، وبالتالي احرز فيها هدف. فدي بتيجي لثقافه اللاعب بالنسبه لموجوده في الملعب وحسه بالمكانه. كابتن ايمن هنا الانذار الاول هنا كان للاعب النادي الاتحاد، انذار صحيح للاعب بتهور والدخول بتهور، وابراهيم هنا اشهر البطاقه الصفراء طبقا للقانون. بعدها على طول في الدقيقه 68 نشوف الحاله اللي جايه هنا، خلاص الراجل رايح تعطيل هجوم واعد، اوتوماتيك على طول انذار ثاني وطرد. وهنا ابراهيم محضر قراره، بحي ابراهيم على ان هو لم يتردد في اشهار البطاقه الصفراء الثانيه، ومن ثم نعم ولا اللعيبه اعترض. ليه يا كابتن؟ عارف ليه؟ لان المعيار كان واحد بالظبط. صحيح، هو النهارده اشهر ست بطاقات للاعب الاتحاد، وفي بطاقتين للاعب الاهلي محمد عبد المنعم والبيرسي للتهور الاعتراض. الحاله اللي جايه محمد عبد المنعم بيرتكب مخالفه تعطيل هجوم، تعاون جيد من البساطي، قرار صحيح من ابراهيم بالانذار، ودي كانت اخر حاجه. بشكل عام هو النهارده ادوا تحكيم جيد زي ما قلت في ظل وجود الخبير الاجنبي.